خلينا نرحب بالأم المتحررة من الأمية واللي حررت بنتها كمان من حاجات كتيرة جدا، السيدة أو الأم أمل علي. أهلاً 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 أهلاً. إيه أنت صغيرة؟ أنت صغيرة في السن. لا مش كبيرة. أنت صغيرة في السن. اتفضلي اتفضلي. أنا افتكرتك كبيرة في السن يا أمل. يعني لا صغيرة يعني حوالي 42. أنتِ خلفتي أيوة، وأنتِ عندك كام سنة؟ حوالي 19 سنة. أنتِ اتجوزتي بدري جدا. في الصعيد بيتجوزوا بدري قوي. وفكرتي إمتى إنك تتعلمي وتاخدي محو أمية؟ أنا كنت فكرت من زمان، من قبل ما آخد، من قبل ما أتجوز يعني. علي صوتك حلو. من قبل ما اتجوز بس الوالد كان معارض لانه خايف عليا من برا والطالعه والحاجات اللي زي كده. والدك اللي كان معارض لانه احنا شويه في الصعيد بيخافوا على البنات اكتر، يعني انها تطلع وتتعرض لاي حاجه برا فبيخافوا عليهم، فما حبش يعرضني لاي حاجه برا. بس وخصوصا ان المدارس عندنا كانت مش في القريه، بعيده. بس بعد ما اتجوزت وجوزي توفى فكرت ان انا ارجع للتعليم مره ثانيه. وانت وجوزك عايش ما فكرتيش تتعلمي؟ فكرت ايوه وكان موافق، بس يعني ربنا ما ارادش. بس كملت. لما توفى بقى جوزك، توفى برضو وانت صغيره قوي، انت ترملتي صغيره. ايوه يا دوب كنت ايه، كانت عندها حوالي سنتين. وبعدين وبعدين والدي وافق بعدين وابتديت اكمل. يعني انت يا امل بعد ما اتجوزتي وترملتي برضو ما اتعلمتيش غير باذن والدك؟ يعني اكيد ساعتها كان عندك القدره انك تقولي انا هاخد قراري واروح اتعلم. لا ما ينفعش، مش عاداتنا وتقاليدنا دي، ما ينفعش. بس هو ما كانش معارض خلاص. فعملتي ايه بقى؟ ما فيش، كان المنقذ بالنسبة لي كانت اللي هو هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، هي كانت بالنسبة لي منقذ. أخذت الشهادة منهم وكملت إعدادي وثانوي. إنك تتعلمي وتمحو أمية وتفك الخط مفهومة، إنما إنك تكملي. ودخلتي علمي في الأول صح؟ دخلت علمي بس بسبب الكيمياء سبت العلمي. الكيمياء كانت صعبة. كنتوا بقى انتوا في سنة كام وبنتك في سنة كام؟ كانت ممكن تكون هي مثلا في اعدادي انا في ثانوي كده، بس بتبقى امتحاناتنا مع بعض، يعني امتحاناتنا بتبقى انا بطمن عليها هي بتطمن عليا كده. ايه ده فعلا يا ايه؟ كنت انت وماما بتذاكروا مع بعض؟ لا هو كل واحد كان بيذاكر لوحده. بس يعني انا كنت اعرف المنهج مثلا، يعني منهج الثانوي كنت اعرفه من قبل ما ادخل الثانوي اصلا، الاحياء والكيمياء والفيزياء. تديكي نبذه عن المنهج اللي هيجي لي ساعات مثلا لما اكون عايزه اتذاكر فتشرح لي، فهي بتفتكر وانا بيبقى تثبت الحاجه في دماغي يعني بعدين. طب ومين اللي كان بيقول للتاني ذاكر بقى؟ احنا الاثنين. يعني تقولها امي بقى ذاكري يا ماما؟ احنا الاثنين يعني مكتب ومكتب وكل واحد يذاكر. فان هي ام معاها مسؤوليه كانها مسؤوليه بيت ومسؤوليه بنت، انها لازم تربيها وتراعي المذاكره بتاعتها وكل ده. فيعني انا اشوفها قدامي كده، ده يديني عزيمه اكبر ان انا اعمل لها اللي عايزاه. كلمه حلوه قوي. برافو عليك. طب وعايزه ايه بقى؟ بتفكري بقى في جوازها وجهازها والكلام ده، ولا باجله ده كله لحد بعد ما تخلص؟ لا انا ما فكرتش في ده، بس انا دايما بفكر انها تكون احسن من كده، يعني تمشي في مجال التعليم لدرجه انها تكون لو اكتر من كده في مجال البحث العلمي يعني وكده. عايزاها حاجه متميزه، مش عايزاها زي اي حد، مش صيدلانية يعني. هتفتح صيدلية أو تعيين في مستشفى أو الكلام، لا أنا محتاجة إنها تكون أحسن من كده، أكتر من كده. ده بجانب طبعاً إن أنا عايزاها تتجوز. أكيد عايزاها تتجوز طبعاً، عايزة أفرح بيها. بس ده ملوش علاقة بده.